مشاهدينا فين ما كنتوا، مرحبا بكم في هذا الحفل الكبير على القناة الثانية ومع أحلى جمهور، جمهور دوزام. اليوم حفل متنوع، حفل اللي فيه بزاف ديال المفاجآت، طبق فني اللي غادي تشوفوا فيه الفكاهة والغناء. اليوم غادي نشطوا كاملين من طنجة للقويرة، وما نساوش الجمهور ديال الجالية المغربية. طبق فني متنوع فيه بزاف ديال الفنانين حاضرين معنا اليوم، وغادي نبداو بديفا الأغنية المغربية لطيفة رأفت. ديفا الأغنية الشعبية نجاة عتابو. وعندنا كذلك الفنان الشعبي عبد الله الداودي. وما ننساوش الفنان الحاج مغيث. وفي الأغنية الشبابية عندنا الفنانة ريم. كذلك حاضر معنا الفنان سليم كرباطة والفنان مهدي مزين. وعندنا مفاجأة ديال السهرة، نجوم البرنامج الغنائي ستارلايت. وحاضرة معنا أيضا الفنانة فاطمة الزهراء العروسي. وضيف شرف السهرة ديال اليوم الفنانة دنيا بوتازوت. وحاضرين معنا كذلك فكاهي اليوم، وحاضرين معنا ايضا دي فان اللي متبعين السهره ديالنا من بزاف ديال المدن في المغرب، كنحييهم. السلام عليكم. وطبعا دوزام ما كتنساش ايضا الجمهور ديالها المغربي داخل وخارج ارض الوطن، حتى انتم ممكن تفوزوا معنا بزاف ديال الهدايا في السهره ديال اليوم. ما عليكم الا تبعتوا دوزام للرقم 9090. وحظ سعيد للجميع. والفنان اللي غادي نفتتحوا به السهره ديال اليوم هو الفنان الشعبي عبد الله الداودي. Thank you.
الله قرا يا هيام قولوا لحبيبي صح تبضاد اللي درتي يا هيام جي قولوا لحبيبي عديني بلي فات يا هيام درنا كوريدا فوق البيضة وجرحتي الكبيدة يا هيام جي درنا كعني بندقك راس العام سرقتي سمو ما يا هيام لعدو لعدو منتي سعدت لي عندو يا هيام اجي ولدي عندو عتبو بابا عنديك يا القصيبة الشماعية يا وجدب جدب يا اللي برقي عريس الخيل رشيد جدب جدب شحال هذا ما جدبتي جدب اسمع سيدي اسمع اهلا يورينا فيك بس احنا وانت والسامعين جميع الناس الحاضرين يوم الجمعة يوم السنين ما طحن وما داروا عوين يوم الجمعة اليوم سلطان الله ينصره سيدنا الله ينصره الملك الله ينصره محمد السادس الله ينصره وسيدنا الله ينصره الملك الله ينصره ويدوم علينا سلامته الأمير كنتون سموعة أنا بالله وشرع بالله صديم قبلة لي هو مولو عسيا لي رجامة تما لا لا ولا لا ولا لا 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 وعد على هبه يا أبا مولي عبد الله الولي وراح ناجينا بالك مش ليا في الخليان مش ليا في الخليان طايرين بيك بحور ويدان شكون هما الضمان لازم تعاودي لي رشيد وكانت ليا يا شريفي ونسيتي تحمان لا تبقى شي فقعان راني عندي ثلاثة ضمان الأول في الضمان ثاني في الضمان تالت في الضمان يا هو مولاي الحسن حيت القصر مبني فيه عشان بني لا لا ولا لا ولا لا 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 ولا لا ولا لا 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 عاد عاد وهي أبا مولاي عبد الله الولي
شكرا. الفنان عبد الله الداودي سي رشيد تبارك الله عليك، نهار كبير هذا، سنة سعيدة علينا وعليك وعلى جميع المغاربة سواء في المغرب ولا خارج المغرب. نورتينا في الحفل ديال اليوم. نور نورك خويا رشيد، وكنتمنى لك كل التوفيق. الله يبارك دائما منشطنا ومنشط المغاربة، ومن خلال كنحيوا الجالية المغربية بأمريكا، لأنك الآن أنت مقيم بأمريكا. شنو تقول الجالية المغربية اللي كتشوفنا اليوم؟ نقول لهم سنة سعيدة، والله يدخل عليكم الصحة والسلامة وطول عمر، الله يجعلها سنة مليئة بالأفراح والمسرات، ويكون كل العالم هاني ونعيشه مزيان وبقوا ديما فرحانين. تبارك الله عليك، شكرا لك عبد الله الداودي، غادي نعاودوا نتلاقاو معك في الحفل ديال اليوم. مرحبا، ونزيدوا نستمتعوا بالأغاني ديالك. شكرا لك. مشاهدينا الحفل ديالنا مازال مستمر، ومازال عندنا بزاف ديال المفاجآت. غادي نتلاقاو بعد الفاصل بالفنان مهدي مزين. وراه ما لقيت بحالو علاه بحالو كاين، كيف القمره في طلوع في ظلام الليالي باين مصور، اللي يضحك ينور اكثر من اللي نتصور، داني عقلي والدالي قولي بحبيتو وسميتو انا يا حبيبي يا لالا يا لالا ما شاء الله عليه، عيط يا البراح وللناس قول باغي نرتاح يجيبوا لي هذا بعدول، باغي نرتاح يجيبوا لي هذا بعدول، يا فرحي ويا مويتي ودعي بالخير، ولذاك اليوم راه ناوي الحلال بغل معقول، ولذاك اليوم راه ناوي الحلال بغل معقول. عربي صراني ودخل قليبي وحتى الصور، تقلب ليل ونهارو كوني وعشقت نارو، تلي عقلي ودالي قولي حبيته سميته أنا يا حبيبي يا لالا يا لالا ما شاء الله عليك، وعيط يا البراح كل الناس قول باغي نرتاح يجيبوا لي هذا بعدو، مشاهدينا غادي نستقبلوا واحد الفنانه اللي حفرت اسمها بقوه في تاريخ الاغنيه المغربيه. استقبلوا معي بحراره عفاكم ديفا الاغنيه المغربيه لطيفه رأفت. Oh,
فكرني فيا، كل ما سمعت وشوفت بعيني خوي وجه مسخاني بيك، وجه مسخاني بيك، وانت شوق دايم في عيني كل ما نويت ويفكرني فيك، كل ما اسمع وشوفت بعيني انا فاين نهرب انا منك ليك، وفاين نهرب انا منك ليك، وهاتلك روح مديت ايديا فاين نهرب انا منك ليك، وفاين نهرب انا منك ليك، وهاتلك روح مديت ايديا وعزيز عليا وسهل عليا عفاك يا اخوي خلى النهلة تنساني عفاك يا اخوي سهل عليا عفاك لا 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 نهلة تنساني عفاك يا اخوي فنانة لطيفة رأفت. مرحبا بك، نهار كبير هذا. الله يبارك فيك، شكرا. أشهد الأناقة وأشهد الجمال. الله يحفظك. دائما منورة تبارك الله. النور نور بكم والنور بكل ما هو أصيل مغربي، فاحنا كنحاولوا نبقاو مغاربة 100%، هذا هو المهم. الله عليك. الله يطول عليك. شكرا. لطيفة رأفت مرحبا بك. الله يبارك فيك، نهار مبروك هذا. اولا كنبارك لك باسمي وباسم القناه الثانيه، وكنقول لك سنه سعيده، ندخل عليك ان شاء الله بالصحه والسلامه وبالنجاح يا رب على الجميع ان شاء الله. سنه اساسا هي مبروكه وغنتكلموا عليها، ونتمنوا ان شاء الله تدخل سنه جديده بالخير والتيسير والازدهار والامن في بلادنا ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله. لا لا لطيفة تبارك الله، الأناقة دائما عودتينا على الأناقة، واللي عجبني اليوم هو هاد اللبسة ديال لطيفة، كي جاتكم؟ هو الشكر كيرجع للصانع المغربي، سواء بالنسبة للقفطان، سواء المجوهرات، سواء يعني الحمد لله أصالتنا المغربية كلها زوينة. أصالة حاضرة الحمد لله. وعجبتني أيضا القلادة اللي لابسة، فيها لوسين ديال المغرب، جميل. ما كاينش ما احسن من شعارك، شعار بلادك، يعني باش تكون القلاده اسم جميل جدا، وانك تكون حامل قلاده البلاد ديالك ومتزين بكل ما هو مغربي اصيل، فهذا شيء طبعا جميل، وانا كنحب هذه المسائل اكيد، واكيد المغاربه كلهم تحبوا هذا الشيء. وديما مغرب. طبعا ديما مغرب. لطيفة رأفت، انت تبارك الله من اعمده الاغنيه المغربيه، قدمتي رصيد فني كبير من الاغاني المغربيه اللي بقات خالده لحد الان، من بينها الاغنيه اللي غنيتي الان خويي، شكون ما غناهاش وشكون ما تغناش بهذه الاغاني هادو؟ اشنو السبب اللي خلى هذه الاغاني ديال الزمن الجميل ونقولوا اغاني ديال الرواد بقات حيه لحد الان؟ لا، هو الاصل كيف ما حنا نتكلموا عليها، الاصل ما كتموتش. يعني في جميع الميادين، سواء في الغناء، سواء في اللباس، سواء في الاكل، وبالاخص المغرب، يعني المغرب الحمد لله أصالة في الدم، يعني في كل شيء. الأغنية ديال الخمسينات كان كما كنقول دائما السهل الممتنع، اللي هو نشرحه للجمهور، السهل الممتنع أن شيء بالنسبة للسمع جد بسيط، لكن بالنسبة للحن ماشي سهل. ثانيا أنهم الملحنين ديالنا اللي مشاو رحمهم الله واللي بقاو الله يطولهم العمر، كانوا كياخذوا من التراث المغربي، وكتعرفنا حنا ما شاء الله مروحين كنا، يعني كنسمعوا شي حاجه ديال التراث المغربي الشعبي، كان الاغاني كتكون فيها الروح المغربيه، فكي
اكيد كتحفظ دغيا وما كتمشيش. وللاسف يعني فقدنا هذا الطعم هذا، لكن كنتمنى كنترجى خير في الشبان ديالنا يعني. ان شاء الله ان شاء الله. حسن انت مازال شابه يعني 57 عام ديال الشباب ديال الناس اللي بداو. تبارك الله عليك، ولكن واش باين عليها 57 عام؟ طبعا. لا، وهنا غادي نسول لطيفه، هنا غادي نسولك لطيفه ونستغل الفرصه. بزاف ديال الناس كنقراها في التعاليق في مواقع التواصل الاجتماعي كيقولوا لطيفه تبارك الله باقا محافظه على الشباب ديالها، يعني تبارك الله باقا كتبان صغيره. لا ما صغيره، ما صغيرهش يعني. كاين اللي كيقول واش ما بغاش تشرف، بالعكس علاش؟ لا علاش، اللطيفه ديال دابا هي ديال 18 عام، ديال 20 عام، ديال التسعينات، فاكيد التغيير باين يعني. كبرنا، رحنا كبرنا، الله يكبرنا في طاعه الله. انا حاجه واحده يعني، منها نصيحه، منها انا كنت مقله في الرياضه، لكن من بعد الماس، من بعد زياد ديال بنيتي بديت كنعمل الرياضه شويه، ولو غير مارش ماشي رياضه يعني. وانا محافظه على كل ما هو بلدي، حنا غنرجعوا للبلدي المغربي. انا ما كتدخلش لشي حاجه لداري، كيدخل رومي، لكن مثلا الزيت البلديه ما تتخطانيش، الشعير ما تيخطانيش، المهم نبيل عياشي ما تيخطانيش. تبارك الله عليك يا لطيفه. وهذا الشيء موجود الحمد لله في المغرب. لا اذا الرياضه والاشياء الطبيعيه مهمه باش نحافظوا على الشباب ديالنا. مهمه طبعا، ياكل والقلب الطيب يكون، الانسان ما يكونش حاقد على الاخر، ونحبوا بعضنا، وهذا هو اهم حاجه. يعني تصالح مع نفسك فهو اهم شيء يعني في عندنا. الان لطيفه غادي نودعوا سنه 2022 وغادي نستقبلوا سنه جديده اللي هي سنه 2023 اللي كنتمنى ان شاء الله تدخل عليك وعلى المغاربه بالخير والتيسير. الا سولتك على سنه 2022 شنو هي اجمل ذكرى ولا حدث اللي كيف رحك كتفكريه وكيف رحك؟ هو حدث كيف رحنا كلنا، هو الحدث الكروي. الفرحه في 2022، الفرحه اللي فرحنا المنتخب الوطني، هذه غتبقى يعني راسخه بحال 86. نتمنى ان شاء الله التوفيق في الاعوام الاخرى، واعوام واعوام، انهم يفرحونا ما شاء الله في الاعوام الجايه. الحدث كذلك انه خرجنا من كورونا، يعني خرجنا من ديك العزله اللي كنا عايشين فيها. على الاقل سنه 2022 شفنا بعضنا، شفنا احنا بالنسبه لنا فنانين الجماهير ديالنا، عندها اشياء مزيانه وعندها اشياء طبعا سلبيه اللي كنتمنى في 2023 ما نشوفوهاش. نتمنى طبعا السنه الجديده انها تكون انا دائما دائما ويعني وكنأكد على حاجه المهمه وهي الصحه. واليوم لالا لطيفه عندي اتصال الان مع جوج ديال السيدات اللي كيتفرجوا فينا دابا في السهره، نشوف شنو بغاو يقولوا لينا. السلام عليكم. سنة سعيدة رشيد. بالنسبة لكوموند ديال راس العام انا وجدتها لك. اش من كوموند، هادي راه حلوة محروقة ها هو قاص، حد ربي اخوك يتفلق اوليدي رشيد. لا عندك لاباس وشوكولا هادي كاش كتعرف. المهم وجدت لك لكوموند ديالك 300 سفنجة 200 مسمنة. 300 سفنجة و200 مسمنة وغادي حارق. سكتي، رز القاضي اللي كتعجبك درت لك منها 500. حق مول انا والقاضي ويبركتي يشوف رزتو هاد الصقعة الليلة تبان تغمس في العدس بحجره. والبغرير درت لك منه 400. لا لا يوريك البغرير ياك، خرج بحال تقول سامع اخبار خايبة ملس، ما فيه حتى تقبة، تقبته وبسلك عندك تاكلو راش. ما مديش عليها. بالنسبة للسوائل درت لك 1200 جبانية ديال الريبة. 1200 جبانية ديال الريبة هو ناصر الفم. دخلت عليك بالله بنيتي غنسوق لك، واش هاد الكوموند متأكدة منه ديال راس العام؟ والله الا ديال راس العام وحفيت على عينيك. لا لا لا، هاد الكوموند ديال هذوك الدراري اللي كيمشيو يفطروا حدا البحر في رمضان، عرفتي هو هذا الكوموند ديالي. شوف ما تديش عليها، راه وجدت لك حتى الحلوى الرئيسيه الكبيره اوكخي شونتيي. انا نوريها لك. حيدوا البلاطو راه مرعوده الصقعه تصدق قالبه كلشي. ايه ولادي دايز عليها شي فارو، انا كنت الحاجه ديالها دوزيم، شو تبقى تعده عاد وعاف عيلك. دابا العمى بنيتي انا طبيب مانع لك السكر، وهادي تاقي حلوه نذوقوها شاده السكر والماء مكرمه محطمه من عباد الله الدعوه في دوزام. انا راه عدقت. لا لا لطيفه، هادو هما لي فان. وي دي فان، وغيجيو عندنا هاد لي فان واحد شويه. لطيفه بغيت نسولك على الكوزينه، مادام هضرنا على الحلوه، كيفاش دايره لطيفه؟ واش كتدخل شويه للكوزينه كطيب شهيوات، ولا عندها الناس اللي كيتكلفوا لها بكل شيء؟ لا لا لا، انا ما كنظنش ما تكون سايق الخبر. انا قالوا لي كديري الشهيوات. من بعد الغناء اللي هو الهوايات ديالي من كنت صغيره، كاين عندي الطبخ عزيز علي، لا كويزين فقط الملح، لا تقوليش الحلوه. الشهيوات المغربيه اللي كتقن لطيفه شنو هما؟ كلشي الحمد لله.
شي رفيسه شي رفيسه حريره سكسكسو اللي بغيت يعني مرحبا يعني مرحبا الجمهور الكريم حتى هو مرحبا. انا المشكل ديالي هو انني كناكل ماكلتي ما عرفت كيفاش ما غلطيت كنحمق على الماكله كنحمق على الماكله كيعجبني كنموت على شي حاجه تبيسها الماكله دابا راه جاني الجوع جيبوا لها تاكلها بكم وي و كنحاول بعد من الكوزينه غير على هذه القضيه لان غادي نطيب غناكل ومن بعد الاصابه بالسكري فكنحاول ما امكن ان نقص شويه من الاكل هذا من هذه الاشياء اللي كلشي تيقول لطيفه مالها ضعيفه مالها هذه فالحمد لله يعني تصبت باداء السكري اخيرا وهو الريجيم ديالو تيخليك تضعف وكنحاول ما امكن نبعد من الكوزينه باش ما ناكلش والرياضه ايضا يعني ضروريه الرياضه هي يعني طبعا طبعا الحمد لله وكنتمنى لك الشفاء الحمد لله الله. الحمد لله وتبقاي ديما منوره و ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الديفا ديال الاغنيه ان شاء الله يا رب ان شاء الله بعد قليل مشاهدينا غادي نستقبلوا ديفا الاغنيه الشعبيه الفنانه نجاة عتابو بعد الفاصل Yeah.
رائحه الفنانه نجاة عتابو. مرحبا بك نجاة. الله يحفظك سيدي رشيد. الله يحفظك. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. شكرا شكرا. الله يحفظكم عليا. شكرا شكرا. الله عليكم. ميرسي. نهار كبير هذا. الله يحفظك. شكرا. مرحبا بك لاله نجاة. ترحب بك الجنه. كنتمنى لك نجاة سنه سعيده. شكرا لك ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتي. الله يحفظك. وهذا نهار زوين ان ديفا الاغنيه الشعبيه حدا ديفا الاغنيه المغربيه. الله يحفظك. تبارك شكرا الله. شكرا لدوزام صراحه. شكرا. منورانا لاله نجاة ودائما عودتينا. وجودكم وجود الجمهور الكريم. وما ننساوش بيان سيغ الاساتذه. اشهد الحاله درتي في الجمهور لاله نجاة. دائما 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 يا دائما لاله نجاة. من اللي خطيهم عليا مي كتدخل صافي. والله اللي خطيكم عليا. شكرا. ملي كتنشطوا انتوما كنشط معاكم اكيد. الله يحفظكم. اي لوف يو تو. من شحال هذه يمكن ما تجمعتوش فشي بلاطو تيلي بحال هكا انت ولطيفه في نفس. واي صافي لونطون. صافي لونطون ما تجمعناش حتى في المهرجانات لان مش عارف انه اللي كيجمعني انا واختي نجاة عشره عمر ودائما راه تنكتبوها مع بعضنا في التعليق. سهره التسعينات كلها كنا كانوا لا كانت الاغنيه العصريه كان لطيفه رأفت عبد الهادي ناعمه ضروري في الشعبي غتكون لاله نجاة. فيعني كل الجولات ديالنا داخل المغرب وخارج المغرب كنا مجموعين الحمد لله ونتمناو واحد الوقت وقت غير نتمناو انه راه واخا كبرنا راه مازال يعني ما كبرتوش. شكون قال لك كبرنا؟ سكتيتي سكتي. فهمت قولي على كبرنا مازال ما كبرناش لعنا ياك بعدا ها تبارك الله كنشعلوا هكا تبارك الله. عرفتي هذا اللقاء هذا غريب. انا اليوم شوف حنا كنا بغينا هاد الجماعه تكون اننا نجمعوا لطيفه رأفت ونجاة عتابو في بلاطو واحد وتحقق لنا هذا الحلم وما يمكنش هاد القضيه ما ندير معكم واحد السيلفي بعدا يبقى متورخ. نتفاهم انا ولا انت؟ هنا يلا سيلفي يلا مع النجمات ديالنا. يلا واحد جوج ثلاثة. احسن سيلفي في العالم. تبارك الله عليكم. وبلاتي بعدا باش ما ننساش باش هكذا. هاوي هاوي عطيه الموف الموف يخليك لي. شكرا يعطيك الخير. شكرا هادي ليكم. شكرا. تبارك الله عليكم. شكرا رشيد. تبارك الله عليكم سيدي رشيد راك عزيز. الله يحفظكم. وانا كنتشرف بكم بهذا اللقاء معكم في هذه السهره الكبيره اللي كيشوفونا فيها المغاربه داخل وخارج ارض الوطن. واليوم راه كاينين شي جيران ساكنين معنا بغاو يهضروا معكم. مرحبا بهم. ماشي مشكل. مرحبا. شوفوا جيراننا شنو بغاو. مرحبا بنيتي نجاة. الله يحفظك يا اختي على الموف كي تايبري على مزيناتك. مرحبا بنيتي لطيفه. الله يحفظك اميمتي. الله يحفظك اميمتي. بيزون يخليك ليلي سيدي رشيد. عايشك ما تحشمنيش قدام بنيتي نجاة ولطيفه. اشنو دابا جارتي مالها؟ جارتي خاطبها واحد ما عمرو صرف عليها ولا عمرو جاب لها تم الكادو. تخيلوا الكادو جاب لها هذا العام تقشيره بحال هي كان غير عندها عرجل. قال لها العام الجاي نكمل لك تقشير اخو. دابا انا بغيت ملي حاضره لاله نجاة ولا لا لطيفه نديروا لها عرس هندوك زواج. قلتوا تقاشر عليا بغيت نستر. اجي تقاشر جاب الله. دابا واش السيده بغات دير العرس هنا ولا كيفاش؟ هنا هنا صافي الجمهور حاضر كل شيء ياك قابلين. شوفوا غندير لكم 20 في الطابله و 4000 في الدجاجه.
صافي هاجا ما تحشمنيش قدام لالا نجات ولا لالا لطيفه عايشك. مرحبا مرحبا. ما ندوزوكش معنا الطهاره ديال ولد عبد المولى دار 17 عام. صافي صافي راه الناس كيتفرجوا فينا. اي اسمح لك صافي صافي ولا يعطيني شي حاجه الله يرضي عليك. اخ جوني من قلبي اللي بغاك العمار. الله. انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت جوني مار. هي الاغنيه لالا نجات انا متزوجه. وهي بنت ناس ودابا يتم نشاط. وهي بنت ناس ودابا يتم نشاط. وهي بنت ناس. لالا نجات لالا لطيفه واش كتذكروا شي مره شي طريفه وقعت لكم في شي عرس مغربي؟ كنعرفوكم تبارك الله كنعرف تبارك الله كتحيوا بزاف الاعراس المغربيه. واش شويه وقعت لكم شي حاجه ما تنساوهاش شي نهار؟ هما بزاف د الحوايج لان كما قلت لك في التسعينات ما كانش شي مهرجان او شي حفل ما تنكونوش فيه مجموعين الحمد لله. يعني لقاءاتنا كانت كبيره بزاف يعني شوف هو في هذا الميدان الفني وكنظن اختي نجات متفقه معايا راه الحمد لله يعني كندوزو شي حوايج مع الاخوان الموسيقيين بالاخص في السفر في سفر في انا وقعت لي واحد الحادثه في بني ملال كانت معايا هي ونجات ما شاء الله راه الا قلتي نجات اعتابو راه خرق ربي العالمين يعني الا كانت السهره في بني ملال النواحي والضواحي كل شيء كيجي. انا كنت في البدايات ديالي طبعا انا وياها وما شاء الله في هذه الاغنيه جونيما عين سردون معروفه بني ملال يعني ذاك الماء هابط هي بدات هي دخلات ما شاء الله الجمهور انا تفاجات بداك داك يعني كانت شي خشبه الخشبه هي فيها لكن جمهور في بلانير داك الحماس ديال الجمهور كنت غنهبط عند كنت غنهبط عند هي كنت غنهبط عند اختي نجات هي بلا ما تشعر هي نسات الشلال ديال الماء كانت هي كتغني انا هبط انا الشلال وما شدونيش غير شدوها وما كانت غدور غتشوفني نجات وعندها مواقف ما نسهلهاش كثيره. كانت عندنا حفله كذلك في اكادير وخا الموقف كان مؤلم لكن ما نساهش لان هذه المواقف اللي ما نساهاش وبقى الان عندي الصوره مع نقاني جالسه في حجرها. كنت جاتني فوسكوش اجهاض كنت حامله وكانت نجات وقفت يعني واحد الوقفه ديال وقفه رجل ومعروفه في نجات يا طبعا سلام هذه لحظه اعتراف طبعا منورة تبارك الله الله يحفظك بوجود جوج ديال الوردات جالسين معايا في هذه الليله هذه الله يحفظك ربي يخليك اسيدي رشيد انت غزال تبارك الله الله يحفظك والله يحفظك ودائما متالق ودائما متجدد ودائما بارك الله فيك شكرا جزيلا. اشنو تقولوا اليوم للجمهور المغربي اللي كيشوفنا في المغرب كله خصوصا الجاليه المغربيه اللي توحشات جيل المغرب؟ والجاليه المغربيه راه دائما في قلوبنا ودائما هما عارفيننا بالله كنبغيوهم وسنبذلوا مجهود باش نوصلوا لهم فين ما كانوا وكنحبوهم وتيبادلونا نفس الحب ولا سيما هذه الفرحه الاخيره ديال المنتخب اللي فرحت المغاربه كاملين فزعما كانت فرحه اللي نابعه من القلب واللي عاشوها المغاربين في جميع الاقطار العالميه. اللي عجبني لطيفه هو انه
في الماتشات ديال المنتخب المغربي النساء كلشي خارجين كيشجعوا، ما بقاش الكره كيتمبوا غير الرجال، كيتمبوا بها غير الرجال، يعني كلشي الوليدات النساء يعني كلشي الحوايج. وداك الميلوج ديال العيالات معاهم عطى واحد الجماليه في الشوط. وطنيه غريبه يعني بالنسبه لكرة القدم، بينت حب الشعوب البلدان ديالهم ولا سيما المغاربه هذا، وبالاخص المغاربه اللي عجبنا هو انه ماشي غير في المغرب، حتى خارج الوطن الفرحه اللي خرجوا بها. المغربي تيبقى مغربي فين ما كان، فين ما حطيتيه كيبقى مغربي، وديما ديما مغربي، ديما مغرب. وسير سير 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 عجبتني هذه. اش كان كيقول الجمهور فاش كتقول الكره عند شي واحد؟ سير 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 سير. يلا كاملين كاملين. سير 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 سير. جول هنا فاش جات هذيك؟ غير سير انا ماشي، غير سير انا ماشي، وانا غدا للرباط نجيب لاله في الفياض لا ونجي. غير سير هاد الاغنيه غادي يولي وليد الركنال كيتلقى اللعابه حتى هو نيشان نيشان. تبارك الله عليكم، الله يحفظك. شكرا لكم بزاف على هذا الحضور ديالكم، نورتونا في هذا الحفل. هذا الحفل ديالنا مازال مستمر ان شاء الله، فيه بزاف ديال المفاجات، واليوم بغيت نقدم لكم ونقدم للجمهور المغربي اللي كيشوفنا واحد الفنانه شابه اللي غادا بخطى ثابته لطريق النجوميه، غادي نستقبلوا بحراره الفنانه ريم. ريم سنة سعيدة. ميرسي علينا وعليك، وسنة سعيدة سنة سعيدة لكاع المغاربة، وإن شاء الله تدخل عليهم بالصحة والسلامة. شو الإحساس ديالك اليوم أنت في دوزام في هذا البلاطو هذا وكيتفرجوا فيك المغاربة من المغرب وخارج المغرب؟ لا فيغيتي سي أن بليزيغ بوغ موا، أنا أول مرة غادي نحضر معاك في هذه السهرة ديال رأس العام، دونك سي أن بليزيغ بوغ موا أن أونوغ، وفرحانة بزاف حيت أنا اليوم هنايا. مرحبا بك. ريم بقي معايا واحد، عندنا واحد الفان يتصل بينا بغى عنده لينا شي كلمه. السلام عليكم. السلام عليكم سي رشيد، ما تعود يزود في الجيج تهنا الوقت ريحه ديال هذه القضيه، شكون غير كيلح مباشره على القمر الصناعي القناه الثانيه الدوزيم سيران راس العام ريحه ديال ان شاء الله عيد ما دي سما اسكواسا مباركي اسكواسا مينو اسكواسا غودان سنه سعيده بجميع لغات العالم هكش ربي العمل ان شاء الله يفولكي يفجي غادي نكون حتى مازيرت غنتفرج ديما حدوزيام وراح البرنامج نكا رشيد جو البرنامج المليح غير لله ود احمد ديال الخضر تقدر تدرس رشيد وانما يوفلي تحيت الهريسه هذيك الهريسه بحيتيها راه مزيان اش كل مره كتفرج فيك وانت وقت ما قريتش كدير لي الهريسه كنقولها وتصندوق الهريسه كتبدل بشيه شويه اش كنت تشقر حرام الهريسه يلا اكلوا عن ربي بارك الله يشركم. تبارك الله عليك وتحيه لجميع الامازيغ اللي كيتفرجوا فينا صفيقه حراره اليوم معكم. انت الاصول ديالك منين ريم؟ انا شرقاويه من بجاد. من بجاد وتحيه للناس بجاد حتى هما. ريم غادي نعاودوا نتلاقاو معك من بعد، والان غادي نشوفوا واحد لو بيتيزي ديال البرنامج ستارلايت نشوفوا حالا ونعاودوا نتلاقاو. شكرا. انا الله يلا دريويش احويطه احويطه اوكي فوالا وي قلت بزاف اكيد كان عندك كيلو ديال اكيد ساليتيه اليوم دابا الا نجحتي وخديتي ستار لايت عطاوك 30 مليون شنو دير بها؟ يوسف راه من النوع اللي يقدر يعطيها شري دار دي والو زعما فاهم عندك يا يوسف وعندك شنو نبغي نقول كانوا جوج ديال البطاقي بطاطا اش كيسميو هذيك اللبسه اللي لابسه؟ هذه تيبها بالشينويه سميتها تيبها عطيني السوق وطيلا عرفت نقولها موراك ما الى فاقه شفاقه يا ويلي وكنستمتع بهذيك 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 الشمش الشمس السمش شمش استاذ نعمان ما قلتيش عجيبه ما قلتهاش اليوم
في المغرب عندنا أشرف حكيمي وعندنا أشرف الفقيه. غادي غادي هكا مش تس صوت باش كنجاوب ما كاين باش كتسمعوني لا بس نعاود سير عاود لي السؤال باش ندمج معاك ما عرفتش واش الرجال اللي معانا هنا يعرفوا يطبخوا ولا لا قام الجوع الا طيبت لك انا تبقى بالجوع ماشي انا اللي كنقرر شنو ما نقول هادشي واش انا استاذ ما كيسمعوش عافاك جي جي بوزوان دو بوز ما تخيلتوش اي حاجه غيقولها والان مشاهدينا غادي نستقبلوا لي 3 فيناليست ديال برنامج ستارلايت اللي بقاو في النهائي وغادي نستقبلوا الان يوسف حطام واشرف I hear the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometimes I wanna spend some time with you just the two of us we can make it if we try just the two of us oh just the two of us just the two Just the two of you and I, yeah. We look for love, no time for tears. We still want to hold our wings and I'll make no flower grow. Good then might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. الله الله كاين الله كاين نبي الله الله
على هلال لو فرق حبابي وجاني سعيد والشاوية كوتني وزيت ما بيا على هلال لو فرق حبابي وجاني سعيد. مرحبا يا سلام. اليوم انا جيت سعيد لان حاضرين معايا نجوم ستارلايت، نجوم اللي دخلوا لقلوب المغاربه وقدرتوا انكم يعني تبينوا على طاقات كبيره في الغناء، فتبارك الله عليكم كاملين، كنفتخروا بكم، كنطلب منكم تصفيقه كبيره اليوم عافاكم.